حكم الغزل تفرد جناحا السلام وبعدين حكم الغزل تفرد جناحا السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب صرخت صرخه لا في السماء لا في الوطن. مالك يا وليد ولا حاجه؟ ان شاء الله ما في عوي. حلمت كده بيه بحياه غريبه، اصوات وجري ضرب رصاص وش وش. ايوه وش خالي امي. انا حاسس كده انه خالي حصلت له حياه غريبه. ان شاء الله يا ما تحصل له اكثر من اللي حصل له. ان شاء الله ما يحصل له كده. يا حاسس يقول بسم الله واقرا الكرسي 7 مرات ورب النوم. بسم الله اكرم امي. ده خالي ده ما بكون طبيعي. لا ان شاء الله ما إن شاء بسم الله الرحمن الرحيم. أرجوك الله يرحمك. ما تفكر بس أقرأ هاي الكرسي زي ما هو. كويس يا أمي كويس.
حليمة حليمة. دارين يقتلوني من الدارين قتلوك في يوم ما قتلت دارين يقتلوني منو كنت أذكرنا شايفة شايفة شيء الاستعدادات في بيتنا جارية على قدم وساق زي ما يقولوا في انتظار زيارتكم الميمونة بكرة إن شاء الله يا هود. المرة دي لما نقعد مع بعض نحاول نمسح كل الآثار اللي عملناها المرة اللي فاتت. خالد توفيق كان داري يسافر لكن أجل السفر مخصوص هو الأولاد عشان يحضر المناسبة السعيدة دي ويتعرف بيك. لقى علي أنا لما ألقاه وأقعد معه واحتزر له احتزار كبير جدا. عنده لسان لازع ولا عجب لما نلاقي عمي عبد السميع غايته يعادل حاطط حق نصدحي. عمي عبد السميع حيكون موجود؟ كيف؟ أول واحد كلهم منتظرين وحريصين جدا عشان يتعرفوا بيك ويعرفوا دمنا. طيب المواعيد حتكون الساعة كم؟ نحن غايته من الساعة 7 جاهزين يعني ممكن تجي بدري أنت. ليك علي أجيكم من الساعة 7 إلى ربع. كدام شكرر عملتك بتاعت المرة الفاتت والله حسابك حيكون عسير. معقول؟ معقول؟ معقول تاني يا هدى أغلط نفس الغلطة اللي عملتها دي؟ لا 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 بتبالغ يا هدى. بكرة قريب بيجي وبنشوف. عايزين منه شنو؟ عايزين منه شنو؟ ماركو وراي بيحضر. يا حافظ يا حافظ. بسم الله 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 شديد وكويس. انت بس اهدئي اهدئي وقف بالله على الرحمة اهدئي. كما شايف الحالة العالية دي ما شايف الحالة العالية فوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ انت ما مؤمنة ما مؤمنة انت مؤمن مصاب. انت ارجعي ارجعي كده ارجعي. لا حول ولا قوة الا بالله. اهدى لا اهدى اهدى. محمود 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 بل لا اله الا الله. محمود قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. قم 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 معك وين؟ قم معي قم معي تعال بس بجاي قم يا حي. تمام تعرفوا الناس الشرانين ممكن تهوا مني في اي لحظه. يا اخي يا اخي بطل الجرس يا راجل. ما اخاف ما اخاف كيف؟ ده شايلين سكاكين. يا اخي يا اخي قوم 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 يا حاج حافظ اللي قوم ما شديد. قلت لك قوم ما شديد. قوم علي قوم يلا قوم علي من عند اخوي وعلي قوم. قوم علي من اخوي.
رشا لسه خالتي ما جا؟ ما مشيت لها ليه انت؟ قلت لها انها حتجي براعه عملها شنو؟ عادي. ايوه يا عادي يا ولدي قول بسم الله الرحمن الرحيم ولا اله الا الله محمد رسول الله. بس خذ ابوك هذا مين بس؟ المواعيد جات وخذ ها جات مريم هذه والله يا مريم تبارك الجد الحمد لله على السلامة ما شفتي عادي ساوي فينا دي نسحايا ما اسلمها الله هلا راسه عديل كبير خالتي ما جات خالتي ما مريم مالك يا خالتي مالك ايش نعمل؟ مالك يا مريم يا خالد اخوي ماله؟ كلمني عبد الله قال نفتح لنا قال عنه كلام في الجبل قال ان شاء الله يا غير قال قال في شنو؟ قال خالد ظاهر في كوستي كوستي لا لا عادي يا ولا يا ريتني كم ما كنت انا ضمته يا ريتني كم ما كنت انا ضمته حصري اهو حالي هسه دي المره الكم يعمل فينا العمله دي يا مريم يا اختي دي المره الكم انا زين احنا نقول لهم جايين لك ونبقى كده بالطريقه دي عباس عادي المره في كوستي كوستي؟ اه ضروري يكون سمع بس خبر خارج زي كده انا كلمته بالله مش ولد غبي بليت لكن انا ما حسابك انا بالمناسبه حكست الراس قوم اشرب المويه دي شكرا يا حليمه عصير ثقيل ينفع حطيه هناك بجي اشرب قوم اشرب بشرب بشرب بالهنا والشفاء ان شاء الله الله يديك العافيه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله اها هسه كيف ما اخير كويس ما بطال الحمد لله اللهم لك الحمد ويستحق الحمد هسه كده اقول لك قوم اروح نصلي العصر في الجامع لا بيكونوا منتظريني برا دين من اللي بينتظروك برا يا ولد الجماعه دايركتوني يا اخي يا أخي ما في جماعة ولا في حاجة دي حاجة خيالات في راسك ساكت يا أخي لا في ولا عبد الله في أي لحظة بس أنا أمرك كده عشان يقتلوني لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارفع ما خطيت اللهم ارفع ما خطيت براحتك ما ماشي معلش براحتك ما ماشي أخذ ما خير الساعة؟ كيف انك؟ حليمة اي انت غريبة الله ده مش الجامع صحي صحي؟ نعم ما مش الجامع مش وين؟ لكن انا ما سمعت الاذان ما الكهرباء قاطعة لكن لا 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 ما مش الجامع يعني مش وين؟ مش مع الجماعة خاط راسهم معاهم أمانة ما تلومت معقولة غريب الله يخط راسه مع الناس الدارين يعزوك شيل الكلام ده من راسك يمكن مش يبلغ عليه البوليس ويبلغ عليه سويت شنو أنا ما سويت شيء هم سووا يمشي بس ما يبلغ عليه البوليس الحاج بريدك وشفقان عليك معقول يبلغ عليك البوليس والله والله كان سمع جنس الكلام ده يزعل منك أرقد ارتاح هريت يا يابا نصيبت السواد والرماد حاسة ما مكسوف من نفسك دي عاملة تعملة دي نقول للناس دي شنو نودي وشونا منهم وين أقوم فوت من وشي أقوم أطلع برا فوت من وشي فوت امشي قوم بس عليك بس عليك النبي بس ما تتعب نفسك امشي يا عادل يا ولد دي والدتي دي والدتي يا عمنا بس خليك في عيادنا بس ما تاخذ الدواء بالطريقه دي ما حينفعك يا كل مفعل يا راجل انت مالك يا ولد الناس ها هكا ليبلع الحب من بطني
تشيل هم، احنا مشينا وعالجنا الموقف واعتذرنا لك. وجبت الاعتذار؟ والله في البدايه كده الجو كان مقهر يعني، لكن هاي تعرفنا وانسجمنا بعد ذاك. هدى هدى ليش؟ والله هدى دي تهربت مني يا عادل، يعني ما حبت تقابلني. ليه حق طبعا زعلانه، بيبقوا عدي شاطر تقوم تحاول تصالحه وتطيب خاطره. حقيقي تصرف بايخ، ما كانت تعمل كده يا عادل، تكرر نفس الموقف. استاذ عبيد انا ما كان في يدي. ما المفروض تندفع بالصوره دي وتفقد السيطره على نفسك؟ انا رايي فيه غير كده يا عادل. اه حصل الحصل يا استاذ عبيد، كمان جيت لقيت هدى ما فيش. هي الحقيقه اتصلت بالتليفون وقالت عادل يومين وما في حل الا انك تتصل بها وتعتذر لها. ده التصرف الصحيح. بالمناسبة والدك اتصل بيه وزعلان جدا. أنا اتكلمت معه. فعلا هو زعلان جدا. أستاذ عبيد أنا عندي حل تاني. اللي هو؟ أنا أحاول اتصل بهم بالتلفون. أهو على الأقل أتحسس الموقف كيف. ممكن تفضل. شكرا أستاذ عبيد. اتصل. مالك متردد ليه؟ استاذ عبيد لو سمحت ممكن تتصل انت وبعدين انا اتكلم مع هدى. ممكن. معلش يا استاذ عبيد بس الموضوع شويه صعب، انت عارف هدى لما تزعل. حاضر. الو ايوه ممكن اكلم هدى؟ طيب خلاص مشينا دوا. حاول تصلح الموقف بتاعك ان شاء الله. خفف دمك شويه يا اخي، ما معقول طوالي كده. ايوه اهلا 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 يا هدى. ان شاء الله الصداع راح. بيت كويسه؟ طيب في واحد عايز يتكلم معاك. تفضل. الو مالك؟ في شنو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ازيك يا اخي؟ الله يسلمك يا اخي. انا بسأل من واحد اسمه الاسم ده عندنا ما في. متأكد ما في؟ متأكد. زول اسمه عرقلة ساكن هنا؟ متأكد ما في. كتر خيرك. الله يبارك. أخذت ليلة فما بطالة.
ريحتني شويه. كل يوم اخذ لك لفه زي دي. حليم انا ما اعرف. ماسكاني خوفة كده. مرات احس انه انا داري اجري. ومرات احس انه انا داري كوري. لكن حاسه خير. ورناف مرحب. وين يا اخ؟ ما شايفينك والله. قاعد يا اخي. ما مشيت للرئيس؟ مالو الرئيس؟ ما كان بيسال منك. حامشي له وانت قاعد تمشي له؟ والله طولت يا اخي. انت رحلت من البيت بتاعك ولا شنو؟ ارحل كيف؟ يا هو ليش البيت؟ تفضل تفضل تفضل. خش خش. أعمل لك شيء؟ لا 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 شكرا. في الحقيقة أنا يعني جايب لك حاجة صغيرة كده. ده السبب اللي جابني لك. خير؟ ده شنو؟ بابور نمرة واحد. تمام. كل ما ألقى حأجيب لك. يا سلام، ما بتقصر يا أبو الكهف. عن إذنك. تقعد يا أخي. لا لا لا، أنا مستعجل وراي زي شغلانية كده. الله حأشوفك. لا جدا. الحمد لله السلام. ما تردوا علينا؟ لو سمحت من فضلك أزم حدودك، ما عايزة معك أي كلام. لا يمكن يكون ده أسلوبك يا هدى، مش كده؟ ما في بيني وبينك أي معاملة غير الشغل وبس. أنا هعمل شنو؟ أنا كل اللي هعمله إني هاخد من زمنك الغالي جدا 5 دقايق بس. بالطريقة دي حتخلينا غير مكتبي، ما عايزة معك كلام يعني ما عايزة. أنت كيف تصدر الحكم؟ قبال ما تسمع الدفاع. ده القانون اللي درستيه؟ لما تتعلم أنت تحترم الناس، بعد ذاك أنا بتفاهم معك. هدى يوه.